لو بعرف انك لابس اخضر ما لبست اخضر. ليش انت لابسه الاخضر؟ لاني انا زعلانه ما لازم البس مثلك، فعم فكر ام غير التيشيرت. لا قولي ليش زعفانه يعني، والله تقولي لي ليش. انا بفوت لعندك بدعمك، ما بيطلع اسمي ليش؟ ليش شايلين اسمي؟ يعني قلت لك روزي، والله قلت لك شكرا يا روزي، والله قلت لك. لا انا عم بحكي عن الكومنت. كيف الكومنت؟ والله اسمي ما يطلع في الكومنت، والله ما شفته، والله اسمي ما يطلع في الكومنت. انا بدخل الحين اوكي، شوف اذا يقدروا يمنشنوا لي. شوف ما يقدروا يمنشنوا لي. كيف يمنشنونك؟ مانيش فاهم. ما وانت كنت تدري مع واحد ما يعرفش. ها وانا كنت ادخل جوله. يا انا ما نعرف شكي تحكي انت، انا ماني عارف شيء. اوكي ادخل جوله الحين، بقول لك ادخل جوله. روحي هدري، انا ندري معك على المباشر يعني ونهدر شوف لك يعني. روزي ما قاعد يطلع، قاعد يطلع روي او روزي بالانجليش، بس ما يقدروا يمنشنوا لي انا على اسمي لان مسوين فلتر من من التيك توك نفسه يعني. فهمت؟ والله ماني فاهم والله. اوكي انا راح ادعمك من حسابي الثاني، فاعطيني عليه اشراف اسويها، اشيل الاسم وشيل الاشراف عنا. كيف مانيش فاهم احمد؟ احمد مانيش فاهم. اوكي اعطيني اشراف على هذا الحساب. ها هي روسي، هي هاي طلعت عندي هون. اعطيني اشراف على هذا الحساب. كيف اشراف؟ اعطيني اشراف اسويها وشيلها. مني مش فاهم انا ايش ما له بديش. مين مسوي الاسم في الفلتر؟ مين شايل الاسم؟ والله ماني عارف شكي تحكي انت والله. طيب اعطيني اشراف على هذا، اضغط على الحساب. كيف نضغط على الحساب؟ اللي دعمك اول حساب اضغط عليه. والله ماني عارف يا جد. رح يجن احمد. وينك احمد؟ هلا بطلت شو تسمع؟ جايز وارد. احمد بيعرف لازم يعلمه، او هو يشيل الاسم او يعطيني مودريتر اشيله وبعدين يشيل المودريتر عني. ما قبل مودريتر الحين، لا الحين ولا بعدين. اوكي تمام الحين بفهمك شلون. شوفي الان ها وداروا لك احمد. اوكي ما فهمت شو راهي تقول. انا احمد انا ما عرفت شو راهي تقول هذه، والله ما عرفت شو راهي تقول هذه. ادري معايا ماك هي ما عرفتش كاش راهي تهدر. شو تعملي؟ شوف حضر الكلمات الرئيسية عندك في الحساب، ضايفين اسمي تشوفها. اسمي ما يطلع في الكومنت فهمت، فلازم اشيلها لان من ادخل ادعم مثلا يبون يسوون لي منشن وما يطلع عندي المنشن. اوكي الحين راحت. تبي تشيل الاشراف شيلها. شوف مثلا انا ادخل الحين، شوف ادعم، شوف شوف الحين يمنشنوا لي يطلع الاسم. شفته؟ شفته الاسم المنشن تحت، هذه الات واسمي، الات واسمي الحين صارت تطلع، قبل ما كانت تطلع. التاج ما كان يطلع قبل. يا وانا ما نعرف شو حواجه. انا كلك تقولي لي انت يا ما احد من اي في احد من المشرفين عندك مسويها، وهو مسوي هاي التاج يعني حاضر اسمي. فالحين انت بتشيل الاشراف شيله. انا خلصت يعني، انا سويت اللي بسويه خلاص. انا اوريدي طلعت ادري منش عارف كيف كنت ادري.
مانيش عارفك شكي تقولي. انا مانيش عارفك مسويين حظر حق اسمي عندك بس خلاص، وانا شلته بس هاي. كيف حق اسمه؟ هي اللي حق اسمه. من المشرفين عندك حاضر اسمي انا، يعني قلعوا اسمك ما كيش صديقة معايا. يا رب العالي وشي نحاولك متابعة. أحمد وينه أحمد؟ أحمد راح ملين. أروح أحمد أروح أروح. أحمد عم تسمعني؟ شرح له الموضوع. صبري صبري مازال ما جاش. مازال مازال اصبر يا صبري مازال ما جاش احمد. هو احمد انت ما يتزير ما يروح بالجهه اللي مالها. صبري دقيقه. انا من لما فتت دعمتك اصلا، بعثت لك في البرايفت يعني ان هذا اللي صاير. والله ياي اسمع اسمع، بس انت فاتح بث فما راح تعرف. خلاص شيل الاشراف الحين، شيل من الحساب. خليني كلمك ما تقلقيني. انا شوف انا نحلف لك بالله انا ما عندي شو. ادري انه مو انت، ادري انه مو انت، انا اعرف انا عارف. يا وانا ما انا ما نعرفش والله ماني انا. انا فاهمه انه مو انت وما على باليش وما عنديش خبر. انا فاهمه انه مو انت، فاهمه فاهمه انه مو انت فاهمه، بس في احد من المشرفين عندك مسوي حق اسمي حضر. قلعوا لك داروا لك حظر، فداروا لك نحاولوا لك داروا لك قلعوا لك المتابعه. مو 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 شالوا لي المتابعه. احمد اروح فاهم ليش قلعوا لها احوال. قلعوها لها المتابعه، قلعوها لها. وينه احمد؟ خليه يجي انا بفهمه. دروك يجي دروك يا احمد. انت باغي احمد يطلع يهدر معاك ولا لا؟ لا انا بحكي وهو يسمعني وبيشرح لك، فهمت؟ استنى يضربك يجي، يضربك يجي يطلع في سروال. ايه ليش علق؟ قولوا يعشق وقولوا خايف منهم، قولوا قولوا يعشق قولوا خايف منهم. يكتبوا لي سهير عملتها. مين سهير؟ لا والله ما سهير. مين سهير؟ والله ما لا لا سهير. أنا مو مهم أعرف مين، خلاص حليت شوفي. الموضوع شوفي بس. اسمعي أقول لك شوفي اسمعي خلي اسمعيني من الكلام مني أنا، ما تسمعيه من ولا واحد. لا لا أنا بقى... أنا ما أقول مصعي. يو مو راضي يفهمني. يا الأخرى خليني نهدر معاك، خلنا نهدر معاك، خلنا نهدر معاك. انت سالتيني انا نجاوبك، يعني انا ماني ندافع لا على صهير ولا على رويده ولا على انسان اخر، يعني خليني نكلمك. يعني انتم نظرت بيناتكم بعد الحساسيه، راكم اكثر من الضراير. مين الضراير؟ واش كيما انتم مين راكم تديروا هكا؟ علاه كل واحده نعطي لها حقها؟ انتم راكم زعفانين وراكم شنفين علي انايا. شو قاعد حقها؟ ما شفيك مين انا؟ انا انت فاهمين الموضوع غلط. انا مش فاهم، انا مش غيراني من حدا بك شيء. اسمعيني يا لو ما ترجعي ما تعوقني ليش الهدره. خلنا نهدر معاك، خلنا نتكلم معاك، انا نحب الحوار، انا ما نحب النرفزه، ما نحب النرفزه، انا نحب الحوار. والله يا صهير غير خاطيها، انا بنقول لك يعني صهير ما هي معايا في الكونت تاعي، يعني مثلا كما يقولوا هو شريفه، ما هي شريفه هون عندي، ما هي شريفه. إيه ما يشرفها معايا زهير. أنا ما قلت إنها هي مسويتها، أقول لك مين سهير؟ مين إيه مين تكون؟ سهير هذه جزائرية مقيمة في أبو ظبي وصديقتي يعني، ونعرفها وتعرفني والأمور هذه ما يشتاحها. لك يو مش طبعك ماشي. ها زيد بنصفي لك خاطرك يعني. لا لا أنا ماني زعلانة، أنا عارفة إنك منك عارف، أنا ماني زعلانة. ليش أنت لك أعطيني إشراف لأعمله؟ لأنه عارفة إنك منك عارف، ماني زعلانة.
والله شوفي صدقيني انا هذا الامر لك انت وقاعده تشنفي عليا مش عجبك الحال وحاجه انا خاطيني والله ما على بالي بها وقاعده تشنفي. ما شلفت ما شلفت انا زعلانه لاني امبارح كتبت لك كومنت بحكي قبل لا تسكر انت يا ما تزعفي مني انا حاجه ما نعرفهاش انت علاش انا زعلانه منك وقاعده اقول حق بحمد ان انتظر بجيبه جمعه عشان نلعب مع بعض ليش اكون زعلانه هيك ما اكون زعلانه انا اقول لك لا تعب الحقيقه يا والزمان تاع احمد هو اللي غلط قولوا ولا ما كتب ها وشكون شي انا احمد هو اللي بيغلط قيل احمد دارها غلطه حصرها فيا وقيل احمد دارها غلطه احمد حدك احمد احمد حاندي اوكي احمد نعم وجع ليش عم تكذب راي يسمع راي يسمع احمد راي اوكي يسمع. انت بتعرف احمد لما بيعملوا حظر لكلمه رئيسيه بالكومنت ما بقى بتنكتب الكلمه هذاك هو المشكل كان احمد يفهمني اياه قال لي باللي كانوا راحوا يكتبوا كلمات هذه كل يعني كلمات بيحضروها يعني ما مليحه كلمات مش منيحه عشان ما تضل تطلع بالكومنت اوكي حاطين اسمي مع التعليقات ايوه يعني صارت غلطه لا مو غلطه سووه امس مو غلطه سووه امس احد ضايفه في حظر الكلمات الرئيسيه افهمني والله يا صدقين تصدقيني انا خلاص الحين شلته خلاص خلاص فضل موضوع سيره اسمعي خلينا من الموضوع هذا وانا انا انا ما كان عندي يعني مشكل ولا لا لا انا فاهمه انه ما عندك مشكله عيل وانت زعلتي مني والله انا ما اعلم لك لا مش زعلانه على هالموضوع يو جيبي ابو حمد جيبي ابو حمد جيبي ابو مع ثلاث اكو عندي انا وجعني بطني بجمعه خلاص غير الموضوع وجعك بطنك ما شفت اظافري حلو الا ما هم حلوين هلا مام حلوين ما عجبوني انا ليش مش حلوين هلا مام حلوين انا نحب الاظافر الحقيقيه هاي اظافري حقيقيه لا هذه قصيها انت عندك مخالب هذو مام اظافر هذو مخالب وكان جيت تمشي معايا البصل توني لي الودان بهم ولا تخربشي انت شو بعرفك هذا احلى شعور بس تعمل هيك لا 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 ما نحب هذه الامور انا جيب لنا ابو حمد من فضلك اوكي معون جيم ساعدني دير هذه المشكله والله ما لك جايز لما بوصل 1 مليون بدي اعمل حفله شو بس اوصل 1 مليون فولورز بدي اعمل حفله يعني كيف والله ما فهمتها يعني حفل انت عامله حفل بجمعه بس اوصل 1 مليون متابعين بدي اعمل حفل انت ما عندك 1 مليون متابع لا انا مش قديمه على تيك توك انا جديده كم عندك في التكوك في التكوك 9 اشهر يمكن انت والله كيفي انا انت قديمه عني انا شوي اي انت 7 اشهر او هيك ايه وراح اعمل سحب يعني راح اختار اسماء ومن بين الاسماء راح اخذ اسم واعطيه ايفون 16 منيح انا ما عملت هيك يعني انا عندما وصلت مليون انا اخترت 5 من الكومنتات ويعني مليون متابع عملت لها مليون بالدينار الجزائري كم يطلع وقسمتها عليهم وبعتها لهم يعني عبر البريد كم يطلع في الدولار انا والله ما نعرف انا المهم طحت لهم 200 الف كل واحد وبعتها لهم كلهم في 5 كم يطلع في الدولار 1000 دولار وقيله ولا 100 دولار ولا والله ما على بالي 50 دولار يقولون والله ما نعرف ما نعرفش 60 دولار 60 دولار
بس او انك حسبتني ملياردير وما عندي او بطلع اللي عندي مثلا جيست وبنزل يعني بختار كذا شخص بطلعهم جيست وبنزلهم دعم يعني بشوف فكره من الفكرتين. انا من بعد نشارك عندك في المسابقه ممكن ننجح. ايه مو غلط. تخدميش بالمعرفه زعما تلعبيها تفوتيني ولا خلي صوابعي. لا لا انا صادقه بختار اسماء عشوائي بضيف الاسماء في ورقه بحطها وقدام الناس بسحب واللي يطلع الاسم يعني بختار هاي الطريقه بطرش لايفون 16 او انا ما عندي ايفون 16 بس انه او بختار خمس اشخاص بطلعهم جيست وبنزل لهم دعم يعني منيح والله ما باقي باقي 200,000 تقريبا ولا 300,000 اي تشيكد اي باقي 300,000 تقريبا منيح منيح. ها جيبي لنا ابو حمد. ابو حمد معاه جيم يعني احنا لما نلعب الان منجيب رباعي لين ما يخلصوا الجيم. اجيبي رباعي قوي ما تجيبي لي رباعي يعني انا من جيب لك رباعي قوي جيبي اثنان قويان. انا بعرفش ضايفته لكندر الليبي عندي ليش كل ما ابعت له ما بيقبلني فيلا اون فولون اليع الله الله هاي أيوب عليكم السلام كيف كون بجمع الحمد لله وانت اهلا اهلا أيوب اهلا اخويا بجمع بخير لبس عليك الحمد لله الله حمدك انت مزيان عندك رابع أيوب والله اشوف اشوف انا اشوف لا كلهم بيلعبون انا عندي كل شيء يلعب نجيب لك يعني احنا رابع جيبوا انتوا رابع يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اشترى هاي هاي يا روزي اشترى بوزمع خويا الشي هذا وش هو هذا خويا ما فهمت والو